كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم كل شيء في رمضان كيسكروا الناس وكنمشيو كنتشكى عليهم وكل شيء ما داروا ليا والو عي في رمضان ديما كنمشي نشكى توني كيستو عليا كيدوزو عليا الماكل كيخرجوني ديما باش يقراو في الاول ديال الدراسه ديال العام غنجبد هذاك الشهر والنهار الورقه سلم الدراري باش يقراو يدخلوا يمشيو يقراو عند باهم يقراو ويكونوا في ظروف جيده وكان كيجي عندي باهم شاهدين كاين عندي الشهود الناس كيجيو باهم كنعطي الفلوس وكنكسيهم وكنصيفط لهم وكل شيء كنتعاون معاه كاع باش يقراو ولادي وداكشي وداكشي اللي قالوا لي كيقولوا لي في التليفون كيهضر معايا عمهم هذا اللي داير لي هادشي في ولدي دابا كيهضر معايا في التليفون نقدروا كاع نجبدوا المكالمات كيقول لي ولدك بخير مزيان لاباس عليهم هانيين واكلين شاربين كيدوزوا لي الدراري حتى الدراري ما كيقدر يقول لي ولدي والو كيقول لي انا بخير لاباس عليا هذا ما كيقول لي حتى شي حاجه ما كيقولش لي حتى كيصيفطوني نسرح حتى النهار اللي خرجت مني جات الدوره الاولى ديال السنه وقلت ليه شحال جيتي قال لي جيت 4 صافي من تم ملي قلت قال لي الدري جيت 4 وانا عارفه الدري عندي قافز ما يمكنش يجيب 4 وكان عنده شي واحد معاونه ما غاديش يقدر يجيب ولدي 4 في الدوره الاولى ولدي انا ولدي عنده عقلو عارفاه كون لقيت اللي غيعاونو غيجيب 7 ولا غيجيب 6 في الدوره الاولى عرفت الدري مكرفص من هذيك الساعات بقيت مع باه كيقول لي راه في العطله غنجيبهم لك هذه صافي بقيت انا مع باه وداكشي وكنسول فيهم في التليفون حتى جا هذا الحجر الصحي ملي جات هذا الكورونا والحجر الصحي ملي قالوا غيقطعوا الطريق انا ما قدرتش ما عرفتش انا امتى غتحل الطريق ما عرفتش ما غاديش نقدر ولادي بعاد عليا والطريق وما كيقراو ما والو بعاد عليا ما قدرتش نخليهم صافي قررت باش نمشي نجيب الدراري ولادي لعندي نشوفهم كيفاش وشنو وعلاش الدري جاب ليا غير 4 في الدوره الاولى صافي ومشيت قررت نمشي نجيبهم وخديت واحد السيد نيت جارنا داني بالطوموبيله كريتو داني بالطوموبيله وجبت الدراري لعندي وجلسوا معايا واحد شي سيمانه ولا جوج سيمانات صافي حتى بديت كنكتشف الدراري ما ولادي بجوج ولا قلت له ولدي الكبير قول لي ولدي فين شتي هذا الشيء وفين شكون فين تعلمتي هذا الشيء فين شتي هذا الشيء حتى انا ولدي ما عمرو شاف هذاك الشيء عندي كاع ملي كان معنا ولا ملي عيش مع الوالده ملي قال لي وقال لي ولد عمي ملي كيصيفطوني انا نسرح كي ولد عمي كيدير قلت لي علاه انتي كتسرح قال لي انا ماما كانوا كيصيفطوني نسرح وقال لي كيعذبوني وما كيخليونيش نقرا والاستاذه كتضربني كتقول لي علاش ما كتكتبش والشكاره ديالو انا ما كنتش كاع مهتمه بهذا الامر ديال الاغتصاب ديال الدري انا كنت مهتمه ملي جبتو تلاقيت النتيجه الاولى جاب فيها 4 ومقلبت لي الادوات والشكاير تلاقيت الادوات كما هما ما كيتستعملوش والدروس اللي قلبت لي الكتوبه ديالو داكشي ما كاتب في دفتر منزل ما كاتب فيه والو دفتر ديال المنزل ما كاتب فيه والو ما ضيعوا لي حتى المدرسه ديالو ما كاتب في الدري والو في الكتاب ديال المنزل ديالو ما كاتب فيه حتى شي حاجه والتمارين اللي كتعطي الاستاذه في الدار ما كيديرهمش كيصيفطو يسرح ومن كيصيفطو يسرح هذاك ولد عمو كيشدو كيعتدي عليه تمايا كيعتدي عليه جنسيا في ملي كيصيفطو هو يسرح ومني الدري الاخر سكوتي ما كيعرفش تا هو انا دابا الدري الاخر كيعاود لي على السرحه وداكشي كامل ولكن ما عرفتش واش ماسين ولا ماسينوش حيت هو ما تيهضرش ما عرفتش مازال ما دوزت ليه ما حتى شي حاجه والدري الكبير دوزت ليه وتلاقيت داكشي هكاك والدري اصلا ملي عاش معايا ثلاث قالت لي الطبيبه راه الدري معرض مثالي قالت لي الطبيبه معرض للاغتصاب هو الدري قالت لي راه مسالي وخصو طبيب نفساني وخرجت لي الدوايات هما الوراق عندي
ها هما هادو، هادوك اللي عطاتني شهادة طبية، اللي عطاتني الطبيبة ما عطاتهاش ليا في يدي، عطاتها ليا مسمرة، وديتاني شال الوكيل الملك العام في الجنايات الاستئناف، دخلتها ليه البارح. دخلتها ليه وعطيتها ليه، وعطاني واحد، عطاني غير هادي، عطاني غير هاد الشكايه هادي، هي اللي جيت هنا للجدرميه وسمعوا لي وسمعوا للدري صافي، وجيت بحالي. الطبيبه قالت لي، الطبيبه بان الدري راه معتادي اعتداء كبير، قالت لي وخصو يمشي، وخرجت لي الدواء ما عرفتوش شنو هو، وما عنديش باش نشريه، وما قدرتش، ما تلاقيتش ما عندي باش نشريه، جبت على الوراق، كيعطوني غير الوراق كنجيبهم كنجي للدار انا والدري، مني كنبغي نخرج كنخصني ضروري خصني نبيع شي حاجه ولا هذا، باش كنطلع وكنهبط على الوراق ديال ولاد الدري هذا. عطوني هذا وعطوني هذا، ما عنديش حتى باش نمشي ندي عند الطبيب ديال ها هو ديال الاحشاش. انا دابا كنتعرض للعنف من طرف جميع الناس، كيجيو كيعنفوني انا وهاد الدراري الصغار في الدار، وكنخدمها في الفيرما، كنخدمها في الموقف، غير النهار كنخدم في مطيشه ولا في الفلا ولا في الفلاحه، كيجيونا بنادو قال لي ولدي، كيقول لي راه ان باه كيمشي كيخدم هنايا، حيت هما كلهم باه والويسي وكلشي كيخدموا هنا في منطقه اي تعميره، فهادشي ديال لاصيرات وديال الميكا وديال العطاش وداكشي هما اللي كيبنيو هاد لاصيرات فاش كنخدموا حنايا. كيجي هو كيحرض عليا الشمكاره، كيجيو كيتلقاو ليا باش ما نخدم، باش ما ندير حتى شي حاجه، باش ما نتحرك، ما نعيش هاد الوليدات ما حتى شي حاجه. حاليا دابا كيهددني كيقول لي مازال عينيك غنديرهم لك في المقله،